عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي رحاب هذه المناسبة العظيمة المولد النبوي الشريف يتواصل الحوار مع أستاذنا العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وقطب الصوفي الكبير المحب لسيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والحقيقة أنا أمامي إحصائية أرجو أن يجيبني عليها الدكتور أحمد عمر هاشم. إذا كان مجموع ما في الصحيحين بخاري ومسلم بدون تكرار 2980 حديث، أي أقل قليلا من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن أعداد الحديث أو عدد الحديث الصحيح هو 4400 حديث، نستنتج أن حوالي 3/4 الحديث الصحيح أخرجه الشيخان، وقد بقى قريب من 1400 حديث لم يخرجاه، والغالبية العظمى من الحديث المتبقي موجودة لدى الترمذي وأبي داود والنسائي كما ذكر النووي. فمن أين جاء هذا الكم من الأحاديث غير الصحيحة؟ وحتى لا ألغز على القارئ أن الصحيحان وسيادتك وصفتهما أو وصفت أحدهما الحديث صحيح البخاري ثاني منزلة بعد القرآن الكريم، دول فيهم حوالي 2000 أو 3000 إلا قليلا، لكن إجمالي الأحاديث 4400. الفارق ده موجود في الترمذي الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يحدث بالحديث ويسمعه عامة الصحابة ويرويه في مجلس آخر ويسمعه آخرون صحابة آخرون وهكذا، يعني روايات، فكانت الروايات أيوة متعددة، أيوة تتعدد الروايات، فتعددت الأحاديث بتعدد الروايات، وهذا يعطيك ظاهرة صحية شدة ثقة في الحديث، حتى إنهم قالوا إن الحديث الذي قيل عنه إنه ضعيف عندما يروى بروايات ليس في أسانيدها راو ضعيف يرتفع من درجة الضعف ويصبح حديثا حسنا أو حديثا صحيح. عايز أفهم هذه، الحديث الضعيف إذا كانت روايته قوية موثوقة من الرجال الثقة من رجال الحديث يرتفع مكانته. نعم، يعني أنا عاوز دي نقطة مهمة ولا يسألها إلا متخصص، فأشكرك على هذا السؤال. أنا اللي بشكرك على هذه الإفادات المهمة. دقيق فعلاً. تفضل. ومشكلة يعاني منها من يبحثون ويحللون. المتصيدون. والمتصيدون. يحكم على حديث بأنه ضعيف. أقول لك حتى حديث الأحد ضعيف. السؤال بس الأول، في حاجة اسمها حديث ضعيف؟ في. هو قسم العلماء الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. عظيم. ما معنى كلمة ضعيف؟ معنى كلمة ضعيف أنه لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح. ما شروط الحديث الصحيح؟ 1. اتصال السند. 2. عدالة الراوي. 3. الضبط. 4. عدم الشذوذ. 5. عدم العلة. لو وجدت هذه الشروط يبقى الحديث صحيح. طيب تخلى شرط وهو اتصال السند، بمعنى ان الحديث تمام ومعناه تمام، بس في رواته راوي مش مذكور او راوي ضعيف، فتيجي للمتخصص او للباحث فيقول هذا حديث ضعيف لانه لم تتوفر فيه شرط اتصال السند، لم يتوفر في الرواية التي معك هذه فلذلك قلت ضعيف، لكن الرواية اللي معي أنا ما فيهاش سقوط لهذا الراوي وفيها راوي مكتملة كامل ثقة فهو حديث صحيح. يعني قد يكون الحديث ضعيف وصحيح في وقت واحد. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو من هو الذي جمع المسند في 40,000 حديث بالمكرر، لما قيل له لماذا كتبت الحديث الضعيف وأنت تعلم أنه ضعيف، أجاب قائلا
مخافة أن تثبت صحته من روايات أخرى فأكون رددت حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كتب يعني هو متحسب يعني متحسب أن تصح الرواية.